من رام الله ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسرائيلي خليل شاهين. مرحبا بك سيد خليل. وعلى ضوء هذه التطورات والتهديد المستمر بالتوتر، ما الذي يبحث عنه وزير الأمن الإسرائيلي جالنت في ذهابه إلى واشنطن؟ صباح الخير. بالتأكيد أن مهمة جالنت ستكون صعبة في واشنطن في هذه المرحلة، وخصوصا بعد الانتقادات التي وجهها نتنياهو إلى الرئيس بايدن، والاستعداد نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي يعتقد في نهاية المطاف أنه سيصب في صالح الحملة الانتخابية للرئيس ترامب في مواجهة بايدن. ولذلك من على الأرجح أن جالنت كما نقل عنه يوم أمس يعتقد بأن ما قام به نتنياهو من تصريحات وانتقادات سوف تعقد مهمته. لكن في نهاية المطاف علينا أن نتذكر دائما بأن الأشهر القليلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل تعتبر موسم الهدايا والمكتسبات التي يمكن أن تحصل عليها من أي إدارة أمريكية، باستثناء إدارة أوباما التي ذهبت في نهاية عهدها لتمرير قرار مناهض لاستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. فإن مجمل الإدارات بما في ذلك إدارة أوباما نفسها كانت قد يعني أبرمت اتفاقات استراتيجية مع إسرائيل بتمرير يعني هذا الدعم الهائل الذي يتجاوز 3 مليارات و800 مليون دولار من المساعدات العسكرية وغيرها لصالح إسرائيل. هذه الفترة أعتقد أن جالنت سوف يركز على هذا الأمر تحديدا، أي أنه يريد أن يحاول محاصرة واحتواء التبعات التي ترتبت على تصريحات نتنياهو، وكذلك أن يحصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن أو نيويورك لإلقاء يعني خطابه أمام الكونغرس. وهذا يعني أن سيريد المزيد من الأسلحة والعتاد. هنا لا يدور الحديث بالمناسبة فقط عن الشحنات التي سبق أن يعني عطلتها الولايات المتحدة، وخاصة القذائف من وزن 2000 رطل، بل هي شحنة واحدة سيد خليل، يعني حسب ما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شحنة واحدة فقط التي عطلتها مقابل يعني عدد كبير جدا من الشحنات. ولكن أيضا أريد أن أسأل، ألا تحتاج إسرائيل إلى ضوء أخضر أمريكي فيما هو مرتبط بجبهتها مع حزب الله؟ هي تحتاج إلى أكثر من ذلك في واقع الحال. يعني ذكرت أنا هي وكما قلت أنت أنها عطلت شحنة واحدة من القذائف، ولكن إسرائيل تريد أكثر من ذلك. أولا هي تريد حلا للمسيرات الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله ولا تستطيع الرادارات الإسرائيلية أن تكتشفها، وبالتالي يعني في كثير من الأحيان لا يتم اعتراضها، ولذلك هذا أمر مهم بالنسبة لإسرائيل. والمحللين العسكريين في إسرائيل يقولون أن الولايات المتحدة تمتلك حلولا عسكرية وتقنية لمواجهة مثل هذه المسيرات وغيرها من الأسلحة التي يهدد حزب الله باستخدامها على نطاق أوسع مما نراه حاليا في حال تمدد الصراع أو انفجر على الجبهة الشمالية. كما أنه يريد دعما سياسيا، والدعم السياسي هنا ليس فقط دعما من الولايات المتحدة، كما سمعنا يوم أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنهم قالوا بأن الولايات المتحدة سوف تقف إلى جانب إسرائيل بإمدادها بكل ما تحتاجه من أسلحة. نحن شهدنا كيف قامت الولايات المتحدة بتشكيل جسر جوي لم يتوقف لإمداد إسرائيل بما تحتاجه من أسلحة وربما أكثر لحربها في قطاع غزة. فكيف الحال مع حزب الله؟ أعتقد أن الجسر الجوي في هذه الحالة من الولايات المتحدة سوف يتواصل على مدار الساعة وليس على مدار يعني الأيام. إلى جانب كل ذلك إسرائيل تدرك تماما بأن الذهاب إلى حرب مدمرة في الشمال يتطلب ما يمكن تسميته بشرعية دولية، وقد بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية العمل على محاولة التأمين ما يمكن تسميته بائتلاف داعم لحربها على قطاع غزة. هنا وزيرة الخارجية الألمانية يعني سوف تزور إسرائيل يوم الثلاثاء وسوف يطرح هذا الموضوع، أي الدعم لتحقيق أهداف إسرائيل في الشمال على طاولة المباحثات، وكذلك أي دعم آخر، وخاصة إذا ما كان هناك شحنات أسلحة يمكن أن تورد لإسرائيل. هذا الأمر أيضا بحث مع وزيرة الخارجية الكندية، ويتوقع أيضا أن يعني توسع إسرائيل نطاق اتصالات في
محاوله لتشكيل يعني تحالف دولي داعم، وان كان بشكل غير معلن، لاي حرب يمكن ان تشن على الجبهه يعني الشماليه. لا يعني ذلك بان الحرب ستكون سهله او نزهه بالنسبه لاسرائيل على الجبهه يعني الشماليه، ولكن اسرائيل تاخذ بعين الاعتبار ان الحرب قد تكون حتميه على الشمال اذا يعني اخفق نتنياهو في تحقيق الاهداف او الحد الادنى من الاهداف التي يريدها. فنتنياهو الان في وضع شديد الصعوبه، بل في مازق، اذ انه لم يحقق النصر المطلق بعد العمليه العسكريه يعني في رفح، ولم يحقق الامان المطلق ايضا على الجبهه يعني الشماليه. واسرائيل تسابق الزمن من اجل محاوله ايجاد حل لعوده نحو 100 الف نازح في الشمال قبل شهر سبتمبر، اي موعد وموسم افتتاح المدارس. وهذا الامر كله يضع اعباء على نتنياهو من حيث قدرته على اتخاذ قرار خلال الفتره القادمه، ولذلك هو يوازن يعني ما بين يعني كفتين، كفه يضع فيها المعادله التي تطرحها المؤسسه العسكريه بالذهاب الى اعلان زائف للانتصار في قطاع غزة، الذي يعني ضمنا بأن هذا هو إقرار بالإخفاق في تحقيق الأهداف الكبرى التي كانت وضعت للحرب، وما يمكن أن يترتب على ذلك من متوالية من التطورات التي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى يعني سقوط الحكومة وتفكك الائتلاف الحاكم، الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ومن ثم فتح ملف المحاسبة والمساءلة والتحقيق مع نتنياهو، الأمر الذي قد يقوده إلى السجن. إذن نحن أمام متوالية كلها يضعها من الإخفاقات، يضعها نتنياهو في كفة، ويضع استمرار الحرب في قطاع غزة في كفة أخرى، مع إمكانية استمرار التوترات على الجبهة الشمالية وكذلك التصعيد الذي نراه في الضفة الغربية. أيهما يختار؟ التقديرات تشير إلى أنه سيختار كفة استمرار الحرب والتصعيد.